كان أيضا هنالك أناس آخرون يسعى نبينا صلى الله عليه وسلم إلى أن يلقاهم، وهؤلاء منهم رجل يعني كان لديه شيء من العلم السابق، وكان يتفاخر به عند الآخرين، إذ كانت عنده مجلة لقمان. لقمان ذكر الله تعالى لنا قصته في كتابه، وكيف أنه كان يوصي ابنه، تلك الوصايا المعروفة في سورة لقمان. لقمان هذا اختلف العلماء فيه، أهو نبي أم أنه رجل ولي صالح؟ والأكثر العلماء السلف على أنه ليس نبيا، لأنه لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولا في الكتاب العزيز ما يفيد أن لقمان كان نبيا، وإنما كان رجلا صالحا من أولياء الله سبحانه وتعالى. لذلك كانت هنالك مجلة، والعرب تطلق كلمة مجلة على الأمور المجموعة مع بعضها في أوراق، فكانت لدى سويد بن الصامت، هذا رجل من أهل يثرب، يعني حتى نعلم الأمر، نبينا صلى الله عليه وسلم وصف بعض المناطق في زمانه بأن أهلها قلوبهم قلوب خير، وبأنهم أناس يرجى أن يكون الخير فيهم، من هؤلاء أهل اليمن، امتدحهم النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. لذلك نجد أهل اليمن ومنهم طفيل بن عمرو، نجد هؤلاء قريبين من الاهتداء بدعوة نبينا صلى الله عليه وسلم. وإذا جئنا إلى الأوس والخزرج والذين آمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم في واقع الحال، أصولهم من اليمن أيضا، وسويد بن الصامت هذا كان من الأوس، لذلك فأصله يمني أيضا، ونبينا قد امتدح أهل اليمن بقلوبهم الخيرة والتي هي قريبة من الاهتداء بدعوة نبينا صلى الله عليه وسلم. سويد بن الصامت هذا جاء أيضا لأجل أن يحج البيت، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يقتنص الفرصة لأجل أن يلتقي بهؤلاء، لأنهم قادة فكر، فجاء وعرض عليه، على سويد بن الصامت عرض عليه أن يسمعه شيئا من كلام الله تعالى، فقال سويد بن الصامت هذا يعني بلسان سريع، قال له: عندي خير من كلامك. سويد بن الصامت ما كان أحد يعرض عليه شيئا من الكلام المتعلق بكلام النبوة بوحي الله تعالى، لذلك نفى هذا الكلام مباشرة وقال: عندي خير من كلامك. فنبينا صلى الله عليه وسلم قال له: أسمعني، أي دعني أسمع هذا الكلام. فأخذ يقرأ شيئا من وصايا لقمان في مجلة لديه، والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع إلى كلامه دون أن يقاطعه. بعدها قال له صلى الله عليه وسلم: هذا كلام حسن، ولكن عندي خير منه، عندي خير من هذا الكلام الذي قرأته. فسويد بن الصامت تعجب حينها، لأنه لم يعتد مثل هذا الأمر، فالناس يكبرون تلك الوصايا التي تدعو إلى نبذ الظلم وإلى القيام بالخير وبأوامر الله تعالى، فكيف يكون هنالك كلام خير من هذا الكلام؟ لذلك تراجع شيئا قليلا وقال: أسمعني. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أسمعني. فقرأ عليه آيات من الكتاب العزيز، فحينها قال سويد بن الصامت، علق على هذا الكلام، قال: هذا كلام حسن، أي أنه امتدح هذا الكلام. سويد بن الصامت رجع إلى المدينة، لأنه كان من أهل يثرب، والمحيطون به وأهل بيته يقولون إنه بقي يهلل الله تعالى ويكبره، ويقولون بأنه مات مسلما، لم يثبت شيء مرفوع ومنصوص عليه أنه آمن بدعوة نبينا صلى الله عليه وسلم، لكنهم يذكرون عنه أنه مات وهو يهلل الله تعالى ويكبره، ونطقه بالشهادتين على شهادة هؤلاء يفيد أنه دخل الإسلام، وإن لم يكن لدينا نص واضح أن سويد بن الصامت دخل الإسلام، إلا أن مثل هذه القلوب هي حرية بأن تدخل دين الله تعالى حينما يعرض عليها هذا الدين.